السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية. بداية، ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة شروط وكيفية تحسين تعويض الخدمات الطبية المتعلقة بوباء كوفيد-19. وقد شارك في هذا الاجتماع الوزراء المكلفون بالداخلية والمالية والتضامن الوطني والتجارة والصحة والعمل والصناعة الصيدلانية. ويأتي هذا الاجتماع ضمن استمرارية اجتماع الحكومة المنعقد يوم 2 ديسمبر 2020، والذي درست خلاله هذه المسألة مع اتخاذ قرار بتخصيص مجلس وزاري مشترك للنظر فيها. وبعد الاستماع إلى مختلف العروض والمناقشات، ذكر الوزير الأول بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بضرورة تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين، ولا سيما في هذه الظروف الصعبة التي تطبعها الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كورونا، والتي أثرت بشدة على المواطنين وبالأخص الفئة الأكثر حرمانا. كما ذكر الوزير الأول بأن الهدف الذي تتوخاه السلطات العمومية يتمثل في مساعدة المواطنين على مواجهة التكاليف الملتزم بها في مجال فحوصات جهاز سكانر واختبارات PCR المضادات الجينية. وبهذا الشأن، قرر الوزير الأول منح إعانة مالية بمبلغ 5000 دينار بالنسبة للتكاليف الملتزم بها بعنوان الفحص بسكانير الصدري كوفيد-19، 3500 دينار بالنسبة للتكاليف الملتزم بها بعنوان الاختبار بواسطة PCR وأغتي كوفيد-19، 1500 دينار بالنسبة للتكاليف الملتزم بها بعنوان الاختبار السريع للمضادات الجينية كوفيد-19. وجدير بالذكر أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح جانفي 2021، ولمدة 6 أشهر قابلة للتجديد وفق تطور الوضعية الوبائية. أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس خلال مشاركته في الدورة الاستثنائية 13 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أكد أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع السنة القادمة تشكل خيارا استراتيجيا بالنسبة للجزائر. ودعا الوزير الأول الدول الإفريقية إلى الإسراع في تذليل الصعوبات من أجل التفعيل التام للمنطقة. وفي كلمة ألقاها حول هذه المنطقة وأهميتها، أوضح جراد أن التقدم المسجل في تفعيل هذه المنطقة يحثنا على بذل المزيد من الجهود لمواصلة العمل على تذليل الصعوبات والانتهاء من المسائل العالقة والتي من شأنها التأثير على التفعيل التام لمنطقة التجارة الحرة. إن ما نقف عليه اليوم من تقدم في تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي ستنطلق من خلال الشروع في تبادل السلع والخدمات دون قيود بين الدول الأعضاء ضمن منطقة التجارة الحرة في الفاتح من جانفي 2021، يحثنا على بذل المزيد من الجهود لمواصلة العمل على تذليل الصعوبات والانتباه من مسائل العالقة والتي من شأنها التأثير على التفعيل التام لمنطقة التجارة الحرة التي ستنطلق من خلال شروع من تبادل السلع والخدمات دون قيود بين الدول الأعضاء ضمن منطقة التجارة الحرة في الفاتح من جانفي 2021، لا سيما ما تعلق منها بقواعد المنشأ وعروض التعريفات الجمركية لتجارة السلع وجداول الالتزامات المتعلقة بتجارة الخدمات. أود أن أؤكد استعداد بلادي لمواكبة التوافق المسجل على مستوى مؤسسات التفاوض بشأن المسائل العالقة ذات الصلة بقواعد المنشأ،
كما أن عملية إعداد عروض التعريفات الجمركية لتجارة السلع والخدمات وكذا عروض القطاعات ذات الأولوية لتجارة الخدمات الجزائرية هي الآن في مرحلتها الأخيرة. السيد الرئيس، في الختام أود أن أؤكد مجددا أن الجزائر ترى في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية خيارا استراتيجيا يستوجب منا تضافر الجهود للمضي بها قدما خدمة لأهداف التنمية في قارتنا وفي دولنا وكذا دعما لأهداف إحلال السلم والأمن التي تبقى كما تعلمون مرتبط ارتباطا وثيقا بمدى التقدم في مسيرة التنمية والاقتصاد. جراد أكد أن البرلمان صادق مؤخرا على اتفاق تأسيس منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مذكرا بالرؤية التي تبنتها الجزائر في إعطاء صبغة تكاملية واندماجية للبنى التحتية الوطنية والمشاريع المهيكلة الإقليمية، وفاء منها لبعدها الإفريقي وتتمة لالتزاماتها القارية وسياستها التضامنية مع البلدان الإفريقية. يسعدني اليوم أن أنقل إليكم تصديق البرلمان الجزائري على اتفاق تأسيس منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، على أن يتم إيداع وثائق التصديق بمجرد استكمال الإجراءات الداخلية. كما أود أن أشير في هذا المقام إلى الرؤية التي تبنتها الجزائر في إعطاء صبغة تكاملية واندماجية للبناء التحتية الوطنية والمشاريع الهيكلية الإقليمية، وهي رؤية نابعة من وفاء الجزائر الراسخ لبعدها الإفريقي والتزاماتها القارية وسياستها التضامنية مع البلدان الإفريقية، وهي مشاريع ستهدف منها إلى محاولة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لا سيما من خلال الطريق العابر للصحراء الذي يربط الجزائر بلاغوس في نيجيريا وخط أنابيب الغاز بين الجزائر ونيجيريا، والمضاعف بخط الألياف البصرية وكذا ميناء مدينة شرشال كمركز للشحن البحري. سيدي الرئيس، إن إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يمثل فرصة هامة للتكثيف وتطوير التجارة البينية التي من المنتظر أن تعرف ارتفاعا محسوسا فضلا عن دعم أهداف التكامل والاندماج القاري من خلال التجارة والاستثمار، اللذين يعتبران عنصرين رئيسين لدعم النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة، كما أن المؤهلات والقدرات الاقتصادية الإفريقية التي تشكل سوقا ب 1.2 مليار نسمة وبقيمة 3000 مليار دولار بنتائج إجمالية يبلغها 2.5 مليار دولار ستعرف استغلالا أمثل في إطار التدفقات التجارية داخل إفريقيا التي ستقارب نسبة 52% بدل النسبة الحالية إلى التي لا تتجاوز 16%. بعد أكثر من 9 أشهر من تعليق الرحلة الجوية، تستأنف اليوم الرحلة الجوية الداخلية تدريجيا باتباع بروتوكول صحي صارم من تعقيم للطائرات ووضع لكاميرات حرارية وبرمجة عمليات تعقيم بعد كل رحلة، إضافة إلى إجبارية لبس القناع للتمكن من ضمان رحلة آمنة وفي أحسن ظروف. هذا وستكون الرحلة الأولى الافتتاحية من مطار أحمد بن بلة وهران نحو المشرية بن عامة عبر الخطوط الجوية الجزائرية. وتحسبا لاستئناف الرحلة الجوية الداخلية تدريجيا بدءا من اليوم، استعداد تام بمطار وهران أحمد بن بلة من خلال ضبط بروتوكول صحي صارم يكفل سلامة المسافرين والعمال. مختار مدكور.
وتعود الحياة إلى مطار وهران الدولي أحمد بن بلة بعد قرار استئناف رحلات الشبكة الداخلية اعتبارا من هذا الأحد. بروتوكول صحي مدروس تم ضبطه بهذه المنشأة من لحظة دخول المسافر إلى غاية خروجه منها. نحن على أتم الاستعداد إن شاء الله من أجل استئناف الرحلات الداخلية الجوية مع الخطوط الجوية الجزائرية والخطوط التصلي. أول رحلة سوف تكون إن شاء الله يوم 6 ديسمبر يوم الأحد، أول رحلة مع الخطوط الجوية الجزائرية رحلة سوف تكون إلى وهران مشرية. الطاقم الصحي لمطار وهران عمل نهار يعني تاع سنسيبيليزاسيون pour le personnel exerçant au niveau de l'aéroport ما يخص الدرك الوطني والشرطة وعمال المطار. الاستئناف يشمل الرحلات الداخلية من وإلى ولايات الجنوب بنسبة 100%، فيما ستعود الرحلات من وإلى مدن الشمال بنسبة 50%. الخطوط الجوية الجزائرية على مستوى وهران ولا على مستوى كاع التراب الوطني راهي طعمت الزبائن تاعها بإعادة تأهيل كل التذاكر على مستوى الوكالات التجارية تاع الخطوط الجوية الجزائرية لإعادة استعمالها لاحقا. نجاح استئناف الرحلات الداخلية سيكون بمثابة بارومتر اختبار حقيقي يسمح بعودة حركة الملاحة الجوية الدولية لاحقا. كما تم وضع بروتوكول صحي وقائي بمطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة. أمينة بعطوش. هي المرحلة الأولى التي يقوم بها المسافر أثناء دخوله إلى مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة، وتتبعها مراحل أخرى تم إدراجها ضمن بروتوكول صحي ووقائي حفاظا على سلامة المسافر وعمال المطار. قمنا بعمل تنسيقي مع كل الفاعلين بمطار محمد بوضياف، مؤسسة المطار، الجمارك، الشرطة، الحدود، كل الفاعلين من أجل ضبط الروتوشات الأخيرة للإجراءات الواجب اتخاذها ويخص بالتباعد، ضرورة وضع الجل الكمامة. كما تم توفير وسائل تعقيمية واحترازية جديدة. انا سوبريمي تولي روبيني كلاسيك، حطينا دي روبيني بوسوار. فيما يخص الحافلات حطينا دي هوس باش يقدروا يعني التنظيف والتعقيم يكون، والتعقيم يكون كل بعد كل رحلة. وتبقى وحدة العزل التابعة لقطاع الصحة متأهبة لأي طارئ في المطار. عندنا tout ce qu'il faut pour prendre en charge un passager. Il y a tout ce qu'il faut. L'équipe est là toute la journée. مادام كاين رحلات ليكيب لا. إذن فالمطار جاهز لاستقبال مسافريه في ظروف احترازية وصحية صارمة، ويبقى تعاون المواطن الضامن الأكبر لسلامة الجميع. أفادت وزارة النقل أن الرحلات الدولية من وإلى الجزائر مرتبطة فقط بإجلاء المواطنين العالقين خارج الوطن، ولا تشمل الرحلات التجارية التي لم تتخذ السلطات العليا للبلاد أي قرار فيما يخصها وتبقى معلقة إلى إشعار آخر. هذا وتتواصل عملية إجلاء الجزائريين العالقين بالخارج وفق برنامج يضم 24 رحلة لإجلاء العالقين في الخارج والمسافرين الراغبين في الدخول إلى الجزائر لأسباب استثنائية، وذلك إلى غاية 19 ديسمبر الجاري. وتشمل العملية 7 دول هي فرنسا، إسبانيا، الإمارات، مصر، الأردن، السعودية وكندا. ويجب على المواطنين المعنيين أن يكونوا حاملين لتذكرة الخطوط الجوية الجزائرية مؤكدة لرحلة الإجلاء وشهادة فحص طبي PCR تفيد عدم إصابتهم بفيروس كوفيد-19 على الأقل 72 ساعة قبل موعد الرحلة. صحينا الآن، وفي جديد تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد سجلت أمس 772 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حسب الأرقام والمؤشرات التي عرضها الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا الدكتور جمال فرار.
مع تسجيل 772 حالة خلال 24 ساعة الأخيرة يصبح المعدل خلال 24 ساعة الأخيرة بحالة فاصل 8 لكل 100,000 نسمة، علما أن 21 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الماضية، 11 ولاية سجلت ما بين حالة لتسع حالات و16 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية عددها 9 وفيات جديدة رحمهم الله. فيما يخص الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الماضية عددهم 483 مريض. فيما يخص الحالات التي تمثلت الشفاء طبقا للمعايير المعتمده عددهم الى حد اليوم 56,617 منهم 538 تمثلوا الشفاء خلال 24 ساعه الاخيره. فيما يخص الاستشفاء عندنا حاليا على مستوى المستشفيات عبر الوطن 48 مريض في العنايه المركزه. في ملف الصحراء الغربية، واصلت وحدات جيش تحرير الشعبية الصحراوي شن هجمات مركزة استهدفت مواقع تخندقات قوات الاحتلال المغربي على طول جدران الذل والعار حسب البلاغ العسكري رقم 23 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، وجاءت به وكالة الأنباء الصحراوية أمس السبت. هذا وأكدت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية تأزم الوضع الصحي لأسير مدنيين صحراويين ضمن مجموعة أكديم إيزيك بسبب ظروف الاعتقال القاسية والمتدهورة. أعربت جمعية ضحايا الألغام بمخيمات اللاجئين الصحراويين عن قلقها بشأن الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال المغربي على طول الجدار العازل في خرق سافر للمواثيق الدولية. عمر تواقين. تسار جمعية ضحايا الألغام بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف على متابعة الأوضاع بالأراضي الصحراوية، وخاصة تلك المتعلقة بالجدار العازل الذي بناه المحتل المغربي، بينما تحصي الجمعية عديد الضحايا جراء الألغام المزروعة على طول الجدار. قام اللوم وقام هذاك الكبير طالع لي من وزكلاط قطع الكراع هذه من هون من عند الركبة الصاق والكراع قام شي من شظايا الزكلات الثاني صاب الرجل الثانية وصاب الذراع الاثنين كلهم فيها اثار، واحد مكسور من هون وهذا مكسور من هون من جراء ذاك الانفجار. اكدت باللي يعني فقدت وحدي لمده معينه. وش الاصابه؟ انصبت في يدي يعني في الاصبع هذا وفي عيني. مباشرة نقلوني للمستشفى تاع التفاريتي. بينما عبرت الجمعية عن تنديدها التام ببناء المغرب لجدار عازل جديد بمنطقة القرقرات بعد خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار مؤخرا. بعد انتهاك يعني المغاربة لخرق وقف إطلاق النار قاموا ببناء جدار ثاني من يعني الجدار الأول إلى الحدود الموريتانية، ولقموه أيضا يقدر ترقيمه حسب ما قالوا لي يعني الخبراء الصحراويين أنهم حوالي 12,000 لقم داروا فيه على مسافة فقط 4 كيلومتر. نحن نددنا تنديد شديد بكون المغرب خرق وقف إطلاق النار ثم بناء الجدار الجديد. ليواصل المغرب سلسلة الانتهاكات لحقوق الإنسان ضد الشعب الصحراوي منذ عقود. انتخب العقيد ملك دياو أمس رئيسا للمجلس الوطني الانتقالي في مالي الذي يمثل السلطة التشريعية ضمن المرحلة الانتقالية، ويتضمن المجلس الوطني الانتقالي 121 مقعدا لأحزاب سياسية وممثلين عن المجتمع المدني ونقابات وعسكريين. أعلنت روسيا أنها بدأت أمس عملية تطعيم جماعية بلقاحها سبوتنيك 5 المضاد لكوفيد 19، شملت في مرحلة أولى الأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، وذلك عبر 70 مركز لقاح بالعاصمة موسكو. هذا وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية رقما قياسيا آخرا في عدد الإصابات، تجاوز 230 ألف إصابة بالفيروس وأكثر من 2200 وفاة خلال 24 ساعة الماضية.
تستأنف اليوم المباحثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا للوصول إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا رسميا من التكتل الأوروبي بريكسيت. يأتي ذلك بعدما أعلن فريقا التفاوض البريطاني والأوروبي عن توقف المحادثات الجارية بين الجانبين في وقت سابق بسبب الخلافات الكبيرة سيما المتعلقة بقواعد المنافسة والصيد البحري. وفي حال فشل الطرفان في التوصل لاتفاق تجاري قبل نهاية الشهر الجاري سيتم اللجوء لقواعد منظمة التجارة العالمية في التعاملات التجارية بين الجانبين. إلى الرياضة الآن. وفي كرة القدم استكملت مباريات الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى والتي خيم عليها التعادلات ما عدا مبارتين أقول. وليد فرحاني يفصل في الموضوع. نصر حسين داي المتعثر على ملعبه الأسبوع الفارط أمام الحمراوة نزل ضيفا على نادي اتحاد بسكرة في لقاء لم نشاهد من خلاله الشيء الكثير وانتهى على وقع التعادل السلبي. أما على ملعب 20 أوت ببشار استقبلت شبيبة الصور العائدة بفوز ثمين من المدية في أولى الجولات ضيفها الجريح اتحاد العاصمة. لقاء شهد إثارة كبيرة وانتهى بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة. الوفاق الصيفي وبعد العودة بالزاد كاملا في الجولة الفارطة كان مطالبا المضيع على سكة الانتصارات المتتالية على حساب سريع غليزان من أجل الانقضاض على الصدارة، لكن الضيوف لم يكونوا باللقمة السائغة وأتعبوا أبناء عين الفوارة ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة التي انتهت بهدف لمثله. أما ختام الجولة فكان مسرحه ملعب الشهيد بومزراك بشلف حيث استضاف الجوارح ضيفهم وداد تلمسان في درب الغرب الجزائري. الشلفاوة عرفوا كيف يستغلون عامل الأرض رغم غياب الجمهور بفوز هام وبهدف رائع حمل توقيع المتألق الدرب الجلالي ليحقق الأولمبي أول فوز معوضا خسارة مجرى في الجولة الماضية. ألقاكم في تمام التاسعة في موجز لأهم الأنباء. إلى اللقاء.